اشاده واسعه واستحسان من قبل المحامين بعد اقرار تعديلات قانون تنظيم مهنه المحاماه مؤخرا عبر مجلس الامه متوجا تعاونا جسدته السلطتين لتطوير المهنه ومنتسبيها بعد مطالبات كثيره من قبل اهل القانون بذلنا كل ما نمتلك من جهد حتى أننا قدمنا قانون متكامل ولكن الأمر والفيصل بغي عند السلطة التشريعية والمشرع اليوم إحنا قمنا بكافة التعديلات في على قانون تنظيم مهنة المحاماة في آخر تعديل له صدر عام 1996 شمل هذه القانون تعديلات كثيرة ولكن لجأ المشرع إلى حصر هذه التعديلات واخذ تعديلات يعني تقريبا ست أو سبع مواد فحصرهم بحكم أن اليوم اللجنة التشريعية لديها قوانين أخرى ف. راى ان اليوم هناك هذه التشريعات هذه المواد هي التي تحتاج الى تعديل. وفيما اشاد الكثير من اعضاء جمعيه المحامين بالقانون وتعديلاته اكدوا سعيهم لسماع اي ملاحظات او تعديلات يتقدم بها الزملاء مستقبلا للوصول لمرحله ترضي الجميع. احنا اصحاب العلاقه الرئيسيه قاعدين نقول انه مو هذا طموحنا، فطبيعي الناس الابعد شوي يشوفون ان هذه مساله يعني اقل من الطموح، هذا امر يحق لهم، واحنا نقول انه ان شاء الله باذن الله راح نتم نسعى ان نقدم الافضل ونغير للافضل كثر ما نقدر، لكن بالنهايه عندنا مشرع هو صاحب الكلمه الاخيره، احنا علينا احنا نوصل الصوت ونوصل المقترحات، لكن بالنهايه احنا ما نملك القرار في التعديل، فهذا هذا هذا جزء من دورنا وان شاء الله نكون احنا يعني ادينا الامانه. قانون كان له الاثر الكبير في نفوس اصحاب مهنه المحاماه بعد وقت طويل من الانتظار مانحا مزاولي المهنه حافزا اكبر لمواصله العمل لاداء الرساله المهنيه في الدفاع عن الحق والقانون. لتلفزيون المجلس رياض العبادي.